فاز الزمالك على بيراميدز في واحدة من قمم الكرة المصرية. اليوم كان في مباريات كثيرة، لكن هذه القمة كانت من قمم اللي على الورق فقط. سجل الزمالك هدف مبكر أمام بيراميدز في الدقيقة 4 عن طريق مصطفى شلبي، وده اللي نقدر نتكلم عليه وبس. باقي المباراة كانت عبارة عن أداء دفاعي غير جيد من الزمالك، أداء هجومي هزيل من بيراميدز. تأثر بيراميدز بغياب عبد الله السعيد، وأبقى هجوم الزمالك دون عمق في غياب الجزيري. فاز الزمالك وخسر بيراميدز، فوز مهم جدا للزمالك في مشوار الحفاظ على اللقب، وخسارة تضع أكثر من علامة استفهام على بداية موسم غير متوقعة لبيراميدز.